جوائز المسابقات الإذاعية الموازية. قد ما تعيش تتعلم من إنتاج إذاعة الديوان أف أم تونس. اللي عملنا حاجة برك اللي هي خدمة وتضحية، معناتها خدمنا بزيت ضحينا وما زلنا نضحيو وما زلنا نقدمو، وهذا هو السر النجاح، واللي هو معناتها مش حاجة جديدة، معناتها بالي مش أول مرة إعلام تونسي يتوج. نتذكر من سنتين التالي إذاعة صفاقس الإذاعة العمومية إذاعة الأم تحصلت على الجائزة هذه، والحمد لله كل من يخدم وكل من يعطي البلوس إن شاء الله ينال إن شاء الله. مسؤولية كبرت برشا وإحنا قدها، عنا أولاد ما شاء الله معناتها شباب، كلهم شباب، كلهم معناتها عيونهم تقدح بالأمل وبالخدمة، أكيد جدا أنهم هذه معناتها مش يفرحوا بها، مش يفرحوا بها اليوم وغدوة، ولكن من نهار الاثنين نتصور أنه مش يولي حاجة أخرى، الفرحة هذه تتحط على الرفوف ومش تبداوا الخدمة الصحيحة إن شاء الله. الجائزة الأولى منحت إلى برنامج سلطان الشرق العظيم من إنتاج مؤسسة الشارقة للإعلام. نحن ولله الحمد في مؤسسة الشارقة للإعلام نشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس للمرة الأولى. مشاركتنا الأولى نتج عنها ذهبيتين كما تلاحظ، هذا يدعونا للفخر، للسعادة والسرور، وكذلك لمزيد من العطاء. فزنا بذهبيتين، الأولى من فئة البرامج العلمية أو تبسيط العلوم عن برنامج أسرار الكون. الذهبية الأخرى كانت من فئة تترات أو مقدمات البرامج، وكانت من نصيب برنامج سلطان الشرق العظيم. احنا سعيدين أنه كل شيء تمام، حتى الحفل الختامي خفيف على الجميع، الجوائز تم منحها لمن يستحق، حتى إذا فازت هيئة واحدة بعشر جوائز نعطيها عشر جوائز طالما هي تستحق هذه الجوائز. طبعا هي مش حكاية الانسحاب، أنه الاتحاد تحكم نظم ولوائح، كل ما هذه النظم واللوائح إذا كنت تتفق معها مرحب بك، ألف مرحب بك، إذا ما كنت تتفق معها لا ينفع هذا الكلام. إذا كان فيها نوع من القناة تهاجم عدد كبير من 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 من, من القنوات، عدد كبير من الشعوب، فهذا يفرق ولا يجمع. القادمة ضمن نطاق متشكل للإبداع العلمي العربي.